بنرحب بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي هتنضم لنا عبر تطبيق زوم دكتوره شيرين السيد، مدير برنامج تكنولوجيا البستانه واستاذ مساعد بجامعه كانت ستيت بالولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير عليك يا دكتور، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم، شكرا جدا لاستضافتي النهارده معاكم. اهلا بيك يا فندم. يعني دكتوره شيرين، الحقيقه من ضمن معلوماتنا عن حضرتك حديثك انك في الثانويه العامه يعني المجموع ما كانش عالي جدا قياسا باللي احنا يعني بنعتمده هنا في مصر، وعلى اساسه دخلتي كليه الزراعه، وما شاء الله احنا شايفين محطات علميه عديده ونجاحات عديده. خلينا في البدايه كده قبل ما ندخل في مجال البستنه ونعرف اكتر ايه هو علم البستنه، خلينا نعرف يعني محطاتك العلميه ازاي حصلت، ازاي ابتديتي تشتغلي على نفسك في كليه الزراعه عشان تقدري توصلي لهذه المكانه. هو من وانا صغيره لسه وانا في اعداديه بالتحديد كان عندي طموح ان انا ادخل ثانويه عامه واني التحق بكليه من الكليات العمليه الكبيره، لكن طبعا لم اوفق في الثانويه العامه للموضوع ده، فالمجموع بتاعي كان قليل بس دخلني كليه الزراعه. فطبعا زي اي حد دخل كليه الزراعه كنت مكتئبه جدا، لان معروف ان كليه الزراعه عندنا في مصر ملهاش مستقبل، بس في الحقيقه انا اعتبرتها فرصه، يعني قلت خلاص هي دي الفرصه اللي ربنا كتبها لي وحطها قدامي، فقررت ان انا هعمل اللي عليا في الكليه. ففي الحقيقه لما التحقت بالكليه بدات ادرس، بدات احب المجال جدا واحس ان هو مجال كويس ومهم ومفيد، فبدات اذاكر واعمل اللي عليا، والحمد لله كنت بنجح بتفوق على مدار ال4 سنوات، وتخرجت بتفوق وبتقدير ومع مرتبه شرف. فانا كنت حابه جدا الكليه، كنت حابه اكمل في المجال الاكاديمي، لكن اللي حصل اني فعلا لم اوفق فرصة عمل بعد التخرج، فكان الطريق الوحيد اللي ممكن يفتح لي أبواب لفرص عمل هو إني أكمل دراسات عليا. فقررت ان ابدا ماجستير، وبعد يمكن بدايه الماجستير بفتره بسيطه جدا سمعت بقى عن المنح اسبانيا، فقررت ان اتقدم للمنحه وتقدمت، والحمد لله دي كانت البدايه ان انا اسافر بقى لاسبانيا واخد الماجستير وبعد كده الدكتوراه. عظيم. فكان اول محطه الحمد لله هي محطه الكليه اللي نجحت فيها، لان انا اعتبرتها فرصه. وحبيتيها المحطه كمان؟ اللي بعد كده بقى جدا حبيتها جدا، لاني حسيت يعني درست المقررات وحسيت ان هو يعني لا تقل اهميه عن اي كليه، مجال مهم ومجال جميل جدا لفعلا للي حابب فعلا الزراعه. طيب ده يخلينا برضو نسالك عشان الناس تفهم اكتر واحنا كمان نفهم، ايه هو علم البستانه ده؟ تمام. علم البستنه هو العلم اللي بيتضمن دراسه المحاصيل اللي هي الاشجار الفاكهه، ده جزء منه، وفي عندنا كمان اللي هي محاصيل الحقل بشكل عام، وفي عندنا انواع كتيره جدا. هو علم البستنه يعتبر جزء من الزراعه بشكل عام. ففي احنا اللي احنا بنحاول نعمله احنا بنستخدم استراتيجيات كتيرة عشان ان احنا نستخدم تقنيات نقدر من خلالها ان احنا ندير الاراضي، مثلا نقدر ان احنا نصمم المسطحات الخضراء بشكل جيد وهكذا. فهو يعتبر علم واسع وشامل، يمكن هو جزء من علم الزراعة، فشامل اكيد فروع كتيرة جدا. طيب يعني دكتور شيرين، الحقيقة انه الدولة المصرية بتخطو خطوات جادة نحو تطوير طرق الري وتطوير استراتيجيات الري وايضا ترشيد الاستهلاك والاستهلاك المتوازن للمياه، بالتالي حابين نعرف من خلال حضرتك يا فندم ايه ابرز واهم واخر ما وصل اليه العالم في تطوير استراتيجيات الري؟ تمام. هو ابرز حاجه احنا اشتغل انا اشتغلت في الدكتوراه على اننا كنا بنطور استراتيجيات الري اللي بنروي بيها اشجار الفاكهه، بمعنى ان احنا بنحاول نروي بكميات اقل بكتير جدا من الكميات اللي النبات محتاجها، وكنا بنشوف تاثير نقص الري ده على انتاجيه وجوده الثمار الناتجه. فكنا بنحاول عشان نقدر ان احنا نقلل كميه الري بنزرع اجهزه استشعار جوه النباتات، وبنقدر نحدد من خلالها كميه الميه اللي النبات محتاجها بالظبط، مع الاخذ في الاعتبار طبعا بعض القياسات اللي في التربه والقياسات كمان اللي هي حواف العوامل الجويه المحيطه بالنبات. فبشكل عام الاستراتيجيات اللي كنا بنستخدمها استراتيجيات الري بنسميها استراتيجيات الري الناقص، اللي هي بتعتمد على ري النباتات بكميات اقل بكثير من اللي النبات محتاجها. وكنا عشان نقدر ان احنا نجدول هذه الاستراتيجيات بشكل كويس، فكنا بنستخدم زي ما قلت لحضراتكم اجهزه استشعار مزروعه جوه اما
الارض نفسها او مزروعه جوه النبات، وبنقدر نحدد بالظبط كميه الميه اللي النبات محتاجها على مدار اليوم، وبالتالي على مدار السيزون او الفصل كله او موسم النمو كله بتاع النبات، فنقدر ان احنا نتحكم في كميه الميه اللي بنضيفها. ده عظيم جدا. لكن من ضمن الحاجات اللي انا مستغرب لها الحقيقه، يعني حضرتك خريجه زراعه وحاصله على رخصه طيران معتمد، ده ازاي وهل لهم علاقه ببعض؟ هو انا حصلت على رخصه، هو الموضوع شويه مختلف. هو استخدامات الدرونز دلوقتي بقى ليها استخدامات في كل المجالات، ودخلت كمان لمجال الزراعه. انا جي استخدام الدرونز بالنسبه لي كان عن طريق مشروع بحثي انا اشتغلت عليه في البوستوك، وكان الهدف الاساسي ان احنا بناخد بعض القياسات الحقليه، وكنا بناخد صور جويه بنحلل هذه الصور بطريقه او باخرى بحيث ان احنا نتحقق من صحه القياسات الحقليه. الهدف الاساسي من القياسات اللي كنا بنعملها ان احنا نشوف هل في عندنا مثلا نقص في نسبه الميه، محتاجين نروي في اي مشاكل مثلا في النباتات، في اي امراض او ما الى اخره. فكنا احنا بناخد صور وبنعالج هذه الصور بطريقه معينه بحيث ان احنا نشوف هل احنا فعلا ممكن نستغنى عن الجزء الحقلي، ونقدر ان احنا بس نعالج الصور دي وناخد منها دلائل ومؤشرات تقول ان فعلا احنا ممكن نستخدمها بشكل او باخر، نحكم على درجة جفاف الارض، نحكم على وجود امراض من عدمه، نحكم على ان احنا محتاجين مثلا سماد، او محتاجين مثلا بيستسايدز او قصدي مركبات كيميائية عشان مثلا نتغلب على امراض وما الى اخره. فده كانت الفكرة اللي انا سمعت الدرونز عن طريقها. بعد كده حبيت بقى ان انا ادرس الموضوع بشكل اعمق، فعرفت ان لازم اخد رخصة الطيران عن بعد. فرخصة الطيران عن بعد دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن زي تصريح رسمي صادر من إدارة الطيران الفيدرالية، والهدف الأساسي منه انك بتقدر تستخدم الطائرات عن بعد على نطاق تجاري. يعني لو معكش التصريح انت ممكن تستخدم الطائرات تاخد صور، لكن ما تقدرش تستخدمها بشكل تجاري. لكن لو حابب انك انت تاخد صور وتقدر انك انت تعالج الصور بطريقه معينه، تبيعها او تستخدمها في اي اغراض اخرى، فبتكون محتاج لرخصه الطيران عن بعد. طيب دكتور شيرين، يعني علم البستنه زي ما حضرتك قلتي هو علم النبات، طبعا بيشتمل شقين، هو بيشتمل علم وجماليات كمان النباتات، وحضرتك تحدثتي انه في تكنولوجيا في علم البستنه. هل هذه التكنولوجيا مقتصره على تحديث وتطوير استراتيجيات الري، ام في يعني خلينا نقول مناطق ابعد من طرق ري واكثر من طرق الري فقط؟ التكنولوجيا بتشمل حاجات كتير. هو علم البستنه زي ما انا قلت بيشمل فروع كتير جدا. يمكن انا في فرع علوم الفاكهه، وفي زراعه وانتاج برضو محاصيل خضر، ده فرع تاني، وفي طبعا اللي هي الجزء الجمالي او اللي هي نقول تصميم الحدائق واللاندسكيب وما الى اخره. التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها مش بس في الري، لكن كمان حتى دلوقتي ممكن نستخدم الدرونز في ان احنا نزرع اشجار في اماكن معينه، نقدر ان احنا ناخد زي ما انا قلت صور جويه تقدر اللي تدينا مؤشر عن الوضع بتاع الاشجار نفسها، هل فيها امراض، هل في اي مشاكل في الاشجار دي وما الى اخره. فهي التكنولوجيا مش بس الري، لكن هي كمان ممتده لاستخدامات اخرى كتير. طبعا دكتور شيرين السيد مدير برنامج تكنولوجيا البستنه واستاذ مساعد بجامعه كانت ستيت بالولايات المتحده الامريكيه، بنشكرك جزيل الشكر. والحقيقه يمكن يعني دكتور شيرين يا شاذلي اتكلمت على نقاط عديده وعرفتنا على تكنولوجيا البستنه ويعني ايه، لكن في نقطه هامه جدا وهي انه زي ما هي تحدثت مجموعه في الثانويه العامه ما كانش يعني زي ما احنا الاسر المصريه كانت دايما يعني بتتطلع لمجموعه كليات القمه وما الى ذلك، لكن هي تعاملت مع الموقف داخل كليه الزراعه، واحنا شايفين ما شاء الله انجازات عديده. يعني طبعا بنشكرها جزيل الشكر ان هي كانت معانا في صباح الخير يا مصر، لكن هي يعني قدرت تحقق انجازات عديده زي ما قلنا. كمان يمكن في نقطه ما لحقناش نتكلم معاها قوي، ان هي كمان بتضع مناهج للتدريس هناك في الولايات المتحده الامريكيه. كمان حاجة تشرف الحقيقة، يعني زي ما كانت بتقول برضو ان هي دخلتها كده وخلاص يعني للموجود نتيجة المجموع بتاع الثانوية العامة، لكن هي حبتها وهو ده اللي بيفرق، ان يعني هي حبت هذا المجال.
فحبت ان هي تكبر فيه، فكل اللي عملته ان هي عملت دراسات عليا، ومن هنا زي ما حضراتكم شفتوا من خلال التقرير ومن خلال كلام الضيفة ان هي كانت رحلة عمل ومحطات علمية كبيرة جدا قامت بيها خلال الفترة اللي فاتت لدول كتيرة، وكانت النتيجة ان هي موجودة دلوقتي بتطور استراتيجيات للزراعة والري في الولايات المتحدة الأمريكية، فنموذج مهم جدا يستحق تكريم ونتشرف طبعا ان هي نموذج مصر.